الاخوان، السلام عليكم. اليوم واحد الفيديو جديد على واحد الماكينه ديال التصبين، فيها شي ديفوات. المهم عندها صبانه، عندها مكوليه ما كتدورش، والنشافه المهم كدور ثقيله. المهم غالبا الموتور ديالها غادي يكون مكولي من الداخل، وغيكون تصدى وقصو البرد مع البرد مع الماء كيصدي. المهم الاخوان غادي نحلوها، نفرتكو ديال امها بياس ديطاشي ونشوفوا المشكل فين كاين. نخليكم معنا. بالنسبه للاخوان غادي ندير فيديو اخر على النصائح اذا تخسرت لك ماكينه التصبين شنو يمكن لك دير. المهم نعطيكم واحد النصائح الاهم الحوايج اللي كيتخسروا في ماكينه التصبين. بالنسبه للسوار الديره مازال امرش، ما فيهمش مشكل كاع، خدامين مزيان. كتسمعوا معايا هنايا فين في المشكل؟ امرش كما كتشوفوا معايا الاخوان. هنا فرتك ديال امها بياس، وغسلت لها الكاريناج ديالها كامل بالماء والصابون والتيد وداكشي باش حيد ديك الوساخ وداكشي. بالنسبه للموطر كما كتشوفوا معايا انا مدكدكين شويه، المهم مصدين وكذا، ولكن خدامين. درت لهم الزيت وقديتهم ولاو خدامين امرش. كاوليات هنا كما كتشوفوا معايا مرسلين، هذا هو الكاريناج اللي قلت لكم. المهم راه قديتو غسلته مزيان ونيطويتو ولا المهم امرش. كما كتشوفوا معايا هذه الماكينه اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله. قدوها كما كتشوفوا هنايا هاد الموطر اللي هضرت عليهم، هادي الفرفره اللي كدور الصبانه. المهم قديتها راهي قلتها، الكابليات عندي جمعتهم، نطويت الحاله ديالها مزيان، قديت لها الامور ديالها كامله، ركبت ليها الموطر. المهم الزيت ديالهم النطواياج ديالهم كلشي قديتهم ولاو امرش. كما كتشوفوا معايا الاخوان هنايا دابا كنديروا اللمسات ديالنا ونيطويو الحاله ونزيت ونقدو كل موطور في بلاصتو باش غادي. وماكينه التصبين الاخوان بالنسبه للموطور ديالها من الاحسن واحد 6 شهور ولا ملي تشوف الموطور ديالها ولا كيدور ثقيل دير له شويه الزيت في ديك البلاص ونيطويها وقد باش ما تحرقلكش. كما كتشوفوا معايا هنا الاخوان احنا قديناها، دينا التتيوك عندها مقراط ما هوش مهم، قديناه شدينا للمسائل ديال الباب ودرنا ليها الضوء، وان شاء الله غادي نديمار. هي كدور دوبل الفاس ندير واحد الفيديو اخر غادي نعطي فيها شي نصائح المهم ما تبخلوش علينا. اللي راه كنحط فيه الستوريات بزاف على الاصلاحات بحال هكا، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. ها انتم الاخوان الشكايه امرش اللي كتسكتو